امري ما عليك يا سعاده الباشا. اتفضل يا فندم، اتفضل. بالهنا يا باشا. ازيك يا علي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت متجوز مش كده يا علي؟ ايوه باشا. عندك اولاد؟ خير يا باشا، هو في حاجه حصلت؟ مبروك يا علي، بكره هتخرج لمراتك وربنا يكرمك باولاد. انا مش فاهم حاجه يا باشا. انت هتخرج في عفو صورة يوليو، انت مش قضيت اكتر من نص المده؟ حصل يا باشا، ثورة يوليو اللي هو ده الشهر اللي جاي. اه يعني انا خلاص هخرج واشوف الدنيا. في شويه اجراءات بتتم، سميها برنامج تاهيل، يعني ان شاء الله كده بعد شهرين انا رشحتك للعفو ده بعد ما اتاكدت ان انت بقيت راجل رياضي ونزلت كرشك وبقيت صناعي قد الدنيا. عايزك لما تخرج من هنا اشتغل بالصنعه اللي انت اتعلمتها، الصنعه اللي انت اتعلمتها، تاكل من وراها الشهد، تستقيم ونبطل شقاوه. حاضر يا باشا. شقاوتي يا باشا؟ ده احنا على باب الله. مش عايز اشوفك هنا تاني. والله ولا انا يا باشا. مش القصد، يعني انا ممكن اجي بس عشان اسلم عليك. ولا عايزك تيجي تسلم عليك. حاضر يا باشا. حاضر. انا مش فاهم اي حاجه من السايكايترست ده يا بهاء. يعني ايه مش فاهم؟ هتفتكر امتى؟ الدكتور يقصد ان المرجعيه الطبيه للحالات اللي زي دي قليله جدا، وبالتالي مفيش اي معايير محدده نقدر نتوقع بيها تطور الحاله. يعني ايه؟ انا هفضل كده مش فاكره حاجه عن نفسي؟ انتوا لازم تلاقوا لي حل، ما هو اكيد في علاج. قول له يخليني افتكر تاني، ما انا مش عارف اعيش حياتي كده. عايز افتكر حاجه يا دكتور. ألف مبروك يا علي. ألف مبروك يا علي. ربنا يعينك. عقبالكم. يلا إن شاء الله. فرحك من اسمك. ألف ألف حمد لله على سلامتك.